مريم مصطفى اهي 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 مريم مصطفى اهي. اي لاعب بيسيب الاهلي بعد كده بيرجع تاني، ما بيتعاملش زي ما كان موجود قبل كده. سياراتي مدمره حياتي. هو في بني ادم طبيعي ممكن يشمت في موت حد او في مرض حد؟ بحب الرئاس جدا طبعا. جماهير الزمالك دول ليهم مكانه خاصه في قلبي. هياخد 1,000,000 جنيه في الزمالك ليه؟ هو انا كهربا يعني، بس انا هم بيهاجموا محمد صلاح فيعني مش هيجموني انا. مين الدراما كوين؟ يعني عمري ما اقول مثلا ان انا بكره جماهير الاهلي عشان رحت لنادي الزمالك، دي اصلا حتى مش عارفه اقراها. عندنا الشناوي مثلا، هو كحارس، ما هو حارس مرمى مصر، ان هو بيوصل له كلام حاجات ليها علاقه برضه بوالدتي، ان مثلا مامتي قالت عليه حاجه او اتضايق من حاجه معينه، فكان بيكون رد فعله بعد كده بيكون حاجه عليا انا يعني. بس مثلا بتضربني وهي نايمه، انا كل يوم بسحب حاجه في وشي منها بتضرب وهي نايمه اصلا. استنوني على يلا كوره مريم مصطفى.